وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله ورحمته للعالمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وآله الطيبين الطاهرين. موضوع اليوم: حق الوطن والمشاركة في بنائه. الوطن هو تلك الأرض التي نحيا عليها، نتنفس من هوائها، ونقضي أعمارنا فوق ترابها. وللوطن على المواطنين حقوق، فحب الوطن واجب دينياً وشرعياً وسنياً ووطنياً وقومياً وإنسانياً. لكننا إذا قلبنا البصر في الوجود كله لن نجد أكرم ولا أصفى ولا أنقى من حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهو النموذج الأمثل والإنسان الكامل المكمل المكتمل. نقتدي به ونتأسى به ونحب ما أحب، وكان محبا لوطنه، عارفا بقيمته، مؤكدا على واجبه. لما ضيقت قريش على أصحابه وحاصروهم وأذاقوهم فنون العذاب والتعذيب والعنة والحرمان، ووصل الأذى إليه شخصيا بعد فقد عمه وسنده وظهره أبي طالب سيد مكة وزعيمها الكبير، جاءه الأمر بالهجرة. فتشاور مع صديق عمره وأحب الناس إليه سيدنا أبو بكر رضوان الله عليه، واتفقا على أن يخرج ليلا ويستعينا بمن يفهم في دروب الصحراء، لأنهم يعرفون أن قريشا لن تصبر ولن تسكت وتريد الوصول إليهما وقتلهما لتخمد الدعوة في مهدها. لما علم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أن الأئمة من أهل الكفر ومشايخ الباطل هم السبب الحقيقي وراء هذه الأزمة والباعث على أمر الهجرة، وقلبه معلق بمكة، لأول مرة تخرج من فمه الشريف قال: اللهم العن شيبة ابن ربيعة والعن عتبة ابن ربيعة والعن أمية ابن خلف. هؤلاء الثلاثة كانوا زعماء الكفر وكانوا كبار مكة، يملكون العبيد والأموال ولديهم الثروة وعندهم السلطة، وكانوا يتقنونها بغشم، فتفننوا في تعذيب الصحابة من المستضعفين والمملوكين. ما سجلت السيرة أن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم شتم على أحد إلا شيء بسيط جدا زي زكوان. هذه الدعوات على هؤلاء الثلاثة لعنتهم ولصلفهم ولكبرهم ولوضعهم العراقيل أمام سيرته ومسيرته ودعوته. وأنا وأنت وأي إنسان إذا دعا ربه، ربنا قريب مجيب يجيب، فكيف لو كان الداعي هنا هو حضرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أكيد الإجابة تكون في أسرع من البرق الخاطف. في وقعة بدر قتل بلال أمية، وقتل الحمزة شيبة، وقتل علي بن أبي طالب عتبة بن ربيعة.
فلما انتهت المعركة وانتصر أهل الإسلام قال النبي جرهم إلى القليب، بئر للكفار يضعون فيها، وشهداءنا يعني يصلى عليهم ويدفنون في مكان آخر. فلما جندلوا في دمائهم وألقوهم في القليب وقف النبي ينظر إليهم وقال: يا شيبة ابن ربيعة، يا عتبة ابن ربيعة، يا أمية ابن خلف، يا كفار قريش، أوجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال له عمر: يا رسول الله، أتحدث الموتى؟ أتكلم الجيف المنتنة؟ أتكلم من أرم؟ دول رمم. قال: اسكت يا عمر، والله إنهم ليسمعون كلامي هذا كما تسمعونه أنتم الآن. أردت أن أقيم عليهم الحجة، يا ما نصحنا ويا ما قلنا ويا ما وعظنا، يا الله، أوجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني والله قد وجدت ما وعدني ربي حقا. الله أكبر. لماذا لعنهم؟ لأنهم السبب الرئيسي في خروجه من مكة، وخرجها في جنح الظلام ليلا متخفيا مستترا من العيون والرصد، وخرج وهو ينظر إلى مكة نظرة حسرة، نظرة شفقة، لأن لمكة في سويداء قلبه رصيد، الموطن، الوطن الذي نشأ على أرضه وشهد ميلاده ومرتع صباه ودرجت أقدامه على أرضه وترابه وكون رفقاء دربه وأصحابه والصبيان ولدانه وأترابه الذين كانوا في سنه، فأرض مكة هذه شهدته مولودا ورضيعا وفطيما وطفلا ويافعا ومراهقا وشابا وزوجا وتاجرا وأبا ونبيا ورسولا، شريط من الذكريات ضخم، حياته كلها في مكة. فخرج منها وهو متعسر وهو في أشد الحنق والضيق، لأنه يترك وطنه، يترك رفقة دربه، يترك جيرانه وأحبابه وأهله وعشيرته، حتى وإن كان ذلك في سبيل الله، لكن العواطف لها دور، الأحاسيس تقدر، وهو صاحب الإحساس الأعظم والعاطفة الأجوش والأجهش والأنقى والأصفى. فنظر إلى مكة وانسالت دموعه من عينيه الكريمتين وقال: يعلم الله أنك أحب أرض الله إلى الله وأحب أرض الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك والله ما خرجت. هذه الكلمات تعبر عن رصيد العاطفة للوطن، عن مدى تعلقه بالأرض التي عاش فوقها وقضى ما يقارب من 53 سنة من عمره الشريف. يا الله يا الله، تحسر يعني حالة من الضيق ويخرج. سبحان الله، شوف الكلام، أنت أحب بلاد الله إلى الله. طب ما الأرض كلها أرض الله، طب مش البلاد كلها بلاد الله؟ لا، ده كلام مقصود، لأن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يعلم علم اليقين أن هناك أفضليات، ده فيه الأنبياء بعضهم أفضل من بعض، الرسل بعضهم أفضل من بعض، الشهور بعضها أفضل من بعض، الأيام، الليالي، الساعات البشرية دي، جعلناكم فوق بعض درجات، ده حتى في الجنة في درجة، في النار في دركات. إذن مسألة التفضيل النبي يفهمها، يعني أعظم بقاع الدنيا مكة المكرمة، البلد الحرام، أم القرى، عشان فيها البيت الحرام، كعبة الناس، مهبط الوحي. بعد مكة المدينة المنورة، هي يثرب الفيحاء، لكن سميت بالمدينة المنورة
لأن النبي لما وصل إليها نورها واستضاءت بضوئه واستنارت بوجوده. مدينة المنورة كانت تسمى يثرب، سميت بالمدينة. سبحان الله سبحان الله. يبقى بعد مكة أفضل البقاع المدينة. لماذا؟ لأن النبي عاش فوقها ومات فوقها وقبر فوقها في أرضها. ها، وبقعته التي ضمته قطعا رياض من جنان مستطيل، وكذا اللحد الذي ضم الطوايا تشرف حين حل به النزيل. وكل الأنبياء كذاك حقا بأجداث لهم ظل ظليل، ولم تعرف مقابرهم بأرض يقينا غير ما سكن الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي رسول الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عندما هبط جبريل لأول مرة على النبي في غار حراء فوق سطح جبل حراء عالي مكة وضمه إلى صدره وقال له اقرأ، قال لست بقارئ، حتى قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، الدفعة الأولى من القرآن الكريم، الخمس آيات الأول، الخمس آيات الأول، نعم، من سورة اقرأ. فلما فصل عنه جبريل نظر النبي فوجده معلقا بين السماء والأرض، شخص مهيب ذا نور بهي. النبي ينظر فيجده معلقا بين السماء والأرض، فخشي النبي على نفسه فترك الغار ونزل مهرولا مسرع الخطى حتى دخل على خديجة وقال لها زملوني زملوني، دثروني دثروني، غطوني غطوني. عشان كده نزلت ايه؟ يا أيها المزمل، بعدها بشوية نزلت يا أيها المدثر، الآيات الأول. فلما غطته وجلست بجواره تهدئ من روعه، ما لك يا ابن العم؟ ما الخبر؟ قال نزل علي شخص من السماوات وما زلت أراه، ما زلت أراه يا خديجة. قالت أو تراه ها هنا أيضا؟ قال نعم، هو الآن أمامي وأنا أراه، يصل ما بين السماء والأرض، وجسده يرتجف وجبينه يتفصد عرقا وهي تضع على جسده الشريف كل ما لديها، وهي من أهل النعمة وسيدة أعمال، تضع عليه ما يجعل جسده يستشعر الدفء، لكن ما زالت أطرافه ترتعد وجبينه يتفصد عرقا وينظر ويقول إني أراه إني أراه إني أراه. فقالت له انتظر يا ابن العم، وخلعت طرحتها من على شعر رأسها وكشفت شعر رأسها وقالت له انظر إليه الآن أتراه؟ فنظر قال لا، قد اختفى يا خديجة. فأرجعت عصبتها وغطاء رأسها إلى شعرها وسترت رأسها وقالت أتراه الآن؟ فنظر قال قد عاد قد عاد يا خديجة، رجع من جديد، إني أراه إني أراه. قالت أبشر يا ابن العم فإنه ملاك، لو كان شيطانا أثناء خلعي وكشفي لاطلع على عورات النساء، لكن طالما استتر واختفى إذن هو ملاك. قم معي. وأخذته وذهبت إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل، وكان ممن قرأ في اليهودية وتنصر وعنده علم وهو رجل حبر كبير، فقالت له اسمع لابن أخيك. قال ما الخبر يا ابن أخي؟ قال رأيت في الغار ونزل وضمني حتى بلغت مني الجهد وأضلعي كادت تختلف وهو يقول لي اقرأ وحصل وكذا وكذا وكذا. قال آه آه، إنه الناموس الأكبر، إنه جبريل الذي يأتي الأنبياء، إنك نبي آخر الزمن، ليتني أكون فيها جزعا، يا ريت بس أنا أكون شديد شوية، ديك شايف السن والمرض وأنا كبرت وما أقدرش، يا ريت إن أنا أكون فيها شديد، يعني والله لأنصرنك نصرا مؤزرا إذ يخرجك قومك
فسيدنا النبي ساب كل الكلام وعلق في ذي. بتقول ايه؟ قال اذ يخرجك قومك. قال او مخرجيهم؟ قال نعم. هم اللي يصعدوني وهم اللي يضطهدوني وهم اللي يطلعوني؟ قال نعم. ما جاء احد بمثل ما جئت به الا وعودي الا واضطهد. بعد 13 سنه بالضبط كل الذي قاله ورقه تحقق بالحرف. نعم، رحم الله ورقه لانه قيل انه اسلم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم بارك لنا في وطننا، وبارك لنا في رجالنا، وبارك لنا في جيشنا، وبارك لنا في ولاة أمورنا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اجعلنا من عبادك الوقفين عند حدودك، اجعلنا من عبادك البكائين من خشيتك، فقهنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء فينا ومنا، وردنا إليك ردا جميلا، إنك على كل شيء قدير. آمين آمين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، والله عليم بما تصنعون، وأقم الصلاة.